أيضا مشاهدينا، ينضم إلينا الباحث القانوني والاقتصادي في المعهد اللبناني لدراسات السوق غرابيد باكرجيان. أستاذ غرابيد، يعني مرحبا بك في حديث الساعة. من الناحية الاقتصادية، ما الحلول المقترحة لإنقاذ لبنان وانتشاله من مآسيه وإنقاذ الشعب اللبناني الذي، يعني كما تأكدت مراسلتنا بأن تقارير تتحدث أكثر من نسبة 50% من الشعب اللبناني اليوم يقبع تحت خط الفقر؟ صحيح، 55، والمشكلة عم بتزيد. المشكلة عم بتزيد، والأساس المشكلة اللي نحن عنا إياه بلبنان هو تضخم الكتلة النقدية اللبنانية، العملة اللبنانية بشكل كتير كبير بآخر فترة بآخر سنة، وهيدا سببه الدولة عم تتبع النهج سيل الدين طبعا، عم تمول مصاريف عبر ارتباط المصارف بطريقة مختصرة، هي مش حقيقية بس بنهاية المطاف هي النتيجة عم بتكون. الشيء عم يتأدى لتدهور سعر الأرض وعم يخلي الشخص يوم عن يوم يفقر بلا ما يضطر يصرف مصاري. فهيدي نتيجة احنا عالينين فيها. طيب، يعني ألا يملك المجتمع الدولي أستاذ غرابيد، ألا يملك المجتمع الدولي أي حلول أو أي آلية لتسريع الإصلاح في لبنان وإنقاذ هذا الشعب مما يعانيه طبعا نتيجة سياسات حكومية فاشلة الكل يعلم بها داخل لبنان وخارج لبنان؟ نحن مش بحاجة لأي حل، الحل موجود بس ما حدا عم بيطبقه. نحن حاليا علينا نوقف التضخم الكتلة النقدية. لما نستعيد هذه الثقة بالعملة اللبنانية لازم يكون في عنا مجلس نقد يأمن للعالم كلها اللي بتعمل بالليرة اللبنانية، يأمن لهم ضمانة، يقول لهم انه اليوم بس تجوا تشتروا انتم بالليرة اللبنانية هيدي الليرة رح يضل سعرها ثابت، اليوم بس تجوا تستثمروا بلبنان وبتكون تقبضوا. أكبر مشكلة عاملينها بلبنان هي انه الشخص اللي بده يجي يستثمر لأنه في استثمارات منتجة هلا بلبنان مربحة بلبنان كثير، في عقارات بسعر رخيص، أكبر خوف عنده هي انه اليوم إذا حط مصريات اللي جابهم من برا او اللي ضابوهم على جنب مش عارف على اي سعر بده يرجع ياخذ رخص. فاذا نحن اليوم هيدي المشكله الكبيره اللي عنا ايام، ما عنا شيء غير انه نبلش اصلاحاتنا من محل معين، وهالاصلاح ما فينا غير نثبت بطريقه يبطل ينهار، نثبته بطريقه فعليه مش التثبيت الوهمي اللي كان موجود. طيب أستاذ غرابيد، يعني هل الحكومة اليوم، الحكومة التي تنقسم على نفسها وتبحث عن مصالح شخصية ضيقة، هي قادرة عن اتخاذ مثل هذه الخطوات التي تفضلت بسردها التي من الممكن أن تخفف العبء عن اللبنانيين؟ أستاذ غرابيد هل تسمعوا؟ مجلس النقد، أنا عم بسمع. تفضل تفضل. مش ضروري ننظر لحكومة، يمكن الوصول للموضوع عبر مجلس النواب. لا، اليوم مجلس النقد يمكن يقر عبر تعديل على قانون النقد والتسليف، وفينا من هون مجلس النواب يلي هو بمثل هذا الشعب وهو العالم انتخبته يقدر هو ياخذ هذه المبادرة، وفعليا يحبس مجلس النواب ياخده، لأن أول شيء كل الأطراف موجودة بالمجلس. بنفس الوقت قادر مجلس النواب يكره بصفة قانون أسرع، مش قادرين يعمل مشاورات بمجلس الوزراء بيكروه بالسبل الدستورية عبر اقتراح قانون وبينبحث بشكل مستعجل، يقدر الشباب يجتمعوا يعني للآخر فيه مجلس النواب يعمل دورة استثنائية ويأخذ هذا القرار. طيب أستاذ غرابيد، يعني رفع الدعم عن بعض السلع، تحدثت مراسلتنا من لبنان أن الحكومة ترفع الدعم تدريجيا عن بعض السلع دون الإعلان المباشر عن إمكانية رفع الدعم، هل هذه الخطوة ستصب في صالح اللبنانيين أو على الأقل أن تخفف هذا الارتفاع أو الانهيار المتسارع لقيمة الليرة مقابل العملة الأجنبية؟ رفع الدعم كثير عصوبة، أساساً المشكلة هي بالدعم. وجود الدعم أدى لأن العالم تخسر كل شيء في عالم والمبيعين نحن راحوا علينا من وراء سياسة الدعم، لأن اليوم أنت بس تكون عندك سلعة معينة عم تبيعها بلبنان بأقل من السوق بر، أقل من سعر الحقيقي بسعر وهمي، أنت عم تبيع الدولار الفعلي هلأ بـ 9000، إذا أنت قادر تشتري
شغله 10 دولار ب 1515 هيدا كان اشتريها ب 10 دولار بس بالليل بتدفع 1515 هي معناتها ارخص ب اضعاف من السوق اللي برا. فشي طبيعي يصير في تهريب بنتيجه الدعم. رفع الدعم لازم يكون علنا وينشرح للعالم انه اليوم البضاعه المدعومه فيك تنزل على لبنان تشوف ما في بضاعه مدعومه بالسوبر ماركت. مدعومه عم بتصير اليوم انا عند الصبح عند الحلاق اللي ببرازيل شايف بضاعه مدعومه لبنانيه مكتوب عليها مدعوم بعت له صورته رفيقه رفيقه بعت له الصورته شفنا صور بنيجيريا شفنا صور بالكويت لو كان يتهرب من تركيا على لبنان لانه بتركيا كان ارخص. هلا حاليا نحن عم نهربوا من لبنان على تركيا مش نحن وياك بس بالنهايه اللي مهرب هلاقي طريق يهرب اذا ما لقى يلي هو السيوله رح يشتري بدون على بكره اذا غير السعر اللي يستعملوا ارخص او لا يرجع يبيعهم. بنفس الوقت الشخص الفقير اللي عن جد المفروض تطلع فيه هذا الشخص ما عم يقدر يستفيد من هذا اللعب. طيب أستاذ جرابيد يعني ضيفي من بيروت تحدث الأستاذ السيد جورج تحدث عن إمكانية تشكيل ربما حكومة انتقالية ستولد من رحم هذه الثورة ثورة تشرين يعني حقيقة من الناحية القانونية هل يملك الشارع اللبناني أي رؤية استراتيجية لتحسين أوضاعه أو لإدارة نفسه أو لإدارة هذه الأزمة وإنقاذ البلاد من وجهة نظركم؟ الأمنية واضحة أنه ما فيك تعمل اي تغيير غير عبر مجلس النواب وبالانتخاب. هيدي مطلق اي شخص بيعرف الشيء. بس فعليا مطلق اي حكومه ما بتاثر على المدى البعيد او على المدى الملموس جدا غير ما يكون في عندها خطوات معينه. اليوم نحن اذا بيقولوا بده يتشكل حكومه صح بترسل زبزبات ايجابيه بتخلي العالم تستعيد ثقه بالديره لنوعا ما، بس هيدا الموضوع بغض النظر من شكلها وصارت قبل مره، بس فعليا نحن اذا اليوم ما بنتبنى سياسه نقديه سليمه على اساسها كنا بذاك الاصلاحات نحن ما بنكون عملنا شيء. المشكله بالمنظومه النقديه نحن عنا اياها يلي هي منظومه بتتكل على الدعم واعاده الدعم. كنا نحن قبل ندعم الليره صرنا عم ندعم التجار وبكره رح يبطل في ولا دولار باللا احتياط للمودعين ولا بالخزينه ولا بمحل ثاني ورح يصير العالم رح نصير نحن بمحل دوله ديفاكتو يلي هي كثير خطره لانه ما بصير غير من بعد ما العالم تكون خسرت كل شيء والليره تكون خسرت كل كليا. فنحن لنتفادى هالامور لازم نتجه لسياسه نقديه سليمه اول شيء ومن بعدها شو كيف بتتكل الحكومه بتتكل ساعتها ببلش فيه عندها محل ببلش منه. نحن اساسنا مشكله لبنان سعر الصرف هو اللي عم يؤدي للفقر، مشكله لبنان سعر الصرف هو اللي عم يؤدي للعالم تخسر مدخراتها. بكرمال هيك نحن لنقدر نعالج هالموضوع لازم نعالجه من اساسه يلي هو مشكله سعر الصرف. دول الناميه ما بتحمل تاخذ سعر صرف عائم لانه ما في ثقه بمصرف المركزي، رح تضل تنهار. طيب استاذ جرابيد يعني فقدان البنك المركزي لكل احتياطاته من النقد الاجنبيه يعني كيف سيؤثر على سبل ايجاد اي حلول اقتصاديه مستقبليه؟ بدي اعيد اول قسم من السؤال بس البنك المركزي يعني فقدان عدد كبير ونسبه كبيره من احتياطاته من النقد الاجنبي كيف سيؤثر على ايجاد سبل للحل حتى في الطرق التي تفضلت بذكرها؟ طبعا كل ما اكثر رح يكون في عنا اصعب والنقله رح تكون اكثر. نحن حذرنا من اول السنه ومن قبل اول السنه وكان تحذيرات موجوده من ايام قبل ما يصير الانهيار اكثر ونفوت بهيدي الدوامه بعدنا بسقوط الحرب. طبعا رح يكون اصعب بس ما في سبيل ثاني لأدو اليوم بعد في شويه اموال حسب البنك المركزي كسيوله في عنا نحن بعد قادرين نطلب من المجتمع الدولي يمكن يقرضنا مبلغ معين لمجلس يعني هناك اذا ما تحركت الحكومه وتحرك البرلمان هناك يعني حجر اساس يمكن للبنان الارتكاز عليه يعني وصلت الفكره. انا اشكرك جزيل الشكر الباحث القانوني والاقتصادي في المعهد اللبناني لدراسات السوق جرابيد فاغرجيان شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والمعطيات كنت معنا مباشره من بيروت.